Кто я хуя? مارينارا ذوق وحكاية. السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن احوالكم. تحت طلبكم راني عاودت لكم المسكوت اللي درتها لضيوفي في فيديو مستقل باش تلقاوها مره خلف كي تحوصوا عليها. هنايا في وعاء درت 4 بيضات، على كل حال راح نكتب لكم المقادير في التعليق المثبت. درت معاهم قرصه نتاع ملح وملعقه صغيره نتاع منكه الشوكولا، ودرت هذا الكاس للسعه تاعو 200 مليلتر، درت منه كاس الا ربع نتاع سكر حرص. خفقتهم جيدا، يعني غير جست يتضاعف حجم البيض، راح تشوفوه باللي ضاعف، راح تشوفوا باللي اللون نتاع البيض نتاعكم يعني ولا كلير او تفتح اللون نتاعو. هنا في هذه اللحظه تضيفوا ربع كاس نتاع زيت، تضيفوه على شكل خيط رفيع تدريجيا مع الخفق المستمر حتى تدخلوا هذاك الزيت في الخليط نتاعكم. ومن بعد درت بنفس الكاس، يعني هذاك الكاس اللي كيلت بيه السكر، درت منه كاس الا ربع نتاع فارينة مغربلة. هنا ضروري انكم تغربلوا المكونات، وزوج ملاعق كبار معمرين مليح نتاع كاكاو بني. انا ندير البني لانه فيه لوغو تاع الشوكولا خير من الاسود، هذاك الاسود يجي يعني يجي مر، تجي فيه هذيك المروريه، فبالتالي المسكوت تاعكم ما تجيش مليحه. ونص كيس نتاع خميره الحلوى. بالنسبه اذا خفتوا من خميره الحلوى، انا ديما نستعمل نص كيس في ربع بيضات ديما، لانه كي ندير كيس تجيني هكا يجيني واحد لاغيغو في المسكوتشو. اذا نتوما خفتوا ولا اذا خفتوا من الفوغ نتاعكم ولا اذا خفتوا من الطياب وخفتوا تهبط لكم، يعني ديروا كيما موالفين كيس مع ربع بيضات. هنا الفوغ راني حطيته يسخن على 160 درجه، وهذا المول نتاع الفور دهنته بالزبده وغبرته بالفرينه وفرغت الخليط نتاعي. انا طبعا ندخل المول هكا وحده ديريكت ما فوق الشبيكه نتاع الفوغ، يعني ما نحطوش فوق بلاطو، يعني ما نديروش فوق بلاطو خلاف ومن بعد ندخلو يطيب. بالنسبه اللي سقساوني على هاد النقطه، ندخلو ديريكتومون بلا ما نحطو فيه حتى بلاطو. اذا انا راح ندخلها الطيب ونرجع لكم ان شاء الله. طبعا لما تدخلوها الطيب ما تحلوش ابدا عليها، يعني على الاقل نصف ساعه هذيك الاولى، لانه لو تحلو عليها راح تهبط. ومن بعد خديت شوكولا طلي، اي نوع تاع شوكولا، انا ذوبتها في الميكرووند برك مع زوج ملاعق كبيره نتاع حليب. تقدروا يعني ديروها في كسرونه وديروا لها الحليب وتذوبوها، يعني تبقاو تحركوا هذيك في هذيك الكسرونه حتى تذوب وتطلق روحها. اذا شفتوها باش تلقى روحها مليح زيدوا لها الحليب، المهم حتى تولي بهذا القوام، يعني مش سايله بزاف. ومن بعد خديت شويه برك نتاع كاوكاو، حمصت حاجه خفيفه بقشورو وريحته رقيق وزينت به كيما هك من الفوق. التزيين يبقى اختياري، ولكن هذا التزيين مدلها بنه لانه جات الطبقه مقرمشه. وكذلك عندي هاد الفواكه المجففه من قبل كنت مخبيتها، فقلت نزين بها من الفوق، وفعلا مدت مذاق مميز ومذاق مختلف. بالنسبه لمده الطهي، يعني كل فور وكيفاش، كل وحده والفور نتاعها. انا استغرقت لي 45 دقيقه على 160 درجه، وانتم كل وحده والفور نتاعها. وهذه هي النتيجه. طبعا عطيتكم كل يعني لي ديتاي التفاصيل اللي باش تنجح لكم باش ما تهبط لكم سيغتو في الفور. هذه هي مشكله الاغلبيه، يعني انه المسكوتشو تهبط لهم، جات تهبل. ننصحكم انكم تجربوها وتشاركوني اراءكم. هذا هو الفيديو تاع اليوم، نلتقي في فيديو لاحق. مع السلامه.